تقريبا اتهمت الفنانة دانا الحلبي بسرقة أغنية موت بالشوكولاتة اللي أديتها بمسلسل أبو جانتي وبدور أبو ليلى، وكتبت على حسابك أحدث السرقات الفنية، مع العلم أن الأغنية من كلماتي وألحاني، ولجأت للقضاء. فيما بعد شفنا أنه زال الدعوى والقضاء وحلت. كيف انحلت؟ شو رضيت؟ لا، اللي صار انه انا بالنسبه لي ما عندي مشكله انه تغنيها، يعني دانا ولا مانا ولا طلعوا ادانا، ما هون القصه. القصه الاساسيه انه يعني انا تفرجت على الغنيه ولقيت الهزيجه اللي انا مؤلفها بابو ابو جانتي تبع ابو ليلى، لقيتها عم تتغنى، ولقيت على الشارع اسماء اللي كاتبين الكلمات والكذا، فهي اتصلت فيي وبعتت لي الغنيه انه حلوه، انا ما بعرفها يعني، فطلعت هيك يعني كتبت هي احدث سرقات القضاء والقدر يعني. فبعد ما شفت هيك اتصلت فيها، قلت لها هي بعتت انه بحبك وكذا وانا من صغري متابعتك، قلت لها بس انا ما يعني بيفيدك بالنسبه لي هالشيء. هذا الشيء ما بمشي الحال، وقلت لها بدي ارفع دعوه، وطلعت على بيروت التقيت فيها ومديره اعمالها، فقالوا لي انه الغنيه مو الك، هي الغنيه ل وليد توفيق. اوف قلت لهم شو وليد توفيق؟ طيب لحدا ياكل شوكولاته طعمتها ما بعرف شو كذا. قالت لي هذا فلكلور سوري حمصي. قلت لها لا، مبين عليكي باكستانيه انت، تمام يعني هندي اول بالضبط مره بتنزلي على الشام. مع هي نقطة مديره حمراء. اعمالها. قال والله الغنيه كلفت 1000 ورقه. قلت لك انا ما بدي لا مصاري، مع انه كان المحامي تبع الاغاني ببيروت قال لي انه انا فيني اجيب لك منها مليون دولار. قلت له انا لا يعني لا بدي مليون دولار ولا شيء. فالتقيت فيها قلت لها بتغيري الشارع، فغيرت الشارة ونزلت انه كلماتي والحاني، بس المشكله الاساسيه قالت لي بدي غنيه تانية منك، حلو. نحن عم نحل قضيه. قلت لها شو؟ قالت لي مناخيري عم يحكوني. قلت لها ان شاء الله بيقوموا لك مناخيرك يا رب، انا ما بدي اعطيك ولا غنيه. حتى اليوم على فكره هي اتصلت في قال بدي اصور غنيه انا وياك، وحكت معي وكيله اعمال. قلت لها على حب الله حلو عني، يعني انتو انا مين قال لك انه انا بدي اصور معها غنيه؟ يعني مين قال لك انه ستايلها مثل ستايلي؟ انا ما بدي اطلع معها يعني. بس حبتك البنت. حاببتني ولا ما حاببتني؟ بس انا في اغاني يعني بغنيها وبنزلها على اليوتيوب وموثقه، يعني ما فيها تسرقني يعني. فانا حتى هاي الغنيه اللي مسجلها مع امل، ما في امل، مسجلها مع موسيقى وكذا، فانا ما يعني ما بعرف شو، لانه ما عملت لها دعوه. قال من نصور غنيه وكذا، فما بعرف تحل عني مشان الله، انا مالي هيك يعني. حاسمع من دانا الحلقة.